كثير نسمعهم تقول له ليش جايب مخدرات من ديرتك؟ يعني جلب يجلبها من الخارج. يقول انا ما ادري، صديق اعطاني جنطه وقال يوصلها. الاخ دشيت له داخل زنزانته وشفته يعني يتكى يمين وشمال، ايش فيك؟ قال انا مركب دعامات وانا قلبي وانا 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 وانا. ايش مسوي؟ خل نسمع ايش مسوي، وين كان يشتغل وشلون كان عايش برفاهيه وهنيه وقعد ومحبسه حريته وما عنده حد يزوره، يتمنى انه يودونه ديرته، يعني طير ياخذه يوديه هناك ديرته عشان يقعد بين اهله. شلونك؟ زين الحمد لله. انت شو مسوي عشان يجي؟ انا يجي بلادي لي يجي. انزين. هذا في صديق ودي اخر هذا في داخل اكل، انا ما يشوف، انا ما يكمل روح. ليش ما يشوف؟ ليش؟ هذا في اكل، هذا اكل، يجي لحم داخل. الحين ما اكل لحم لي داخل البلد؟ لا، هذا في نفر فري، هذا ذاكل، انا ما اعرف صديق هذا. انا ما يكمل اكل، انا ما في احراض، هذا في نجيب كلام ولا طول كلام. ما يكمل، ما يسمع هذا. هذا في اخر مره، انا ما في مقامي. هندي ما في مقامي فلوس. ما يخالف، اوكي، انت الحين جيت من بلد، شنو تشتغل هني بالكويت قبل؟ قبل يعني في بيت، هذا في داخل، هذا في بيت قهوه شاي. ها، تصب قهوه. أيوة. بالبيت نفسه. أيوة. قهوه وشاي و... ايوه وبعدين اوكي. بعدين انا في روح في بلاد. كم شهر قعدت هناك في بلاد؟ هناك 10 شهر. 10 شهر يجي انا في عام اول انا روح بلاد على عمليه. انزين. انا في رجع يمشي كده ايربورت، يمكن هذا في ورقه سجل ما ايربورت، هذا في داخل كويت داخل مخدرات سيداري. انزين. ما في جلب. اوكي. هذا يجي هذا ممكن يجي 4 سنة داخل سجن. أنا في أور أول هذا في ست أور قلب سكر ورد ودي فرم شرايين. أيوة. ست أور وقف قلب ودي فرمانيا محاملية كبير. 3 شهر هذا في مستشفى. بعدين يجي هناك داخل سجن في قديم هذا في مستشفى 3 شهر. زين. يمكن هذا في واحد يوم ما يحكل دبا ما في مشكلة، أنا هذا ما يجي أول ما يبغى يحكل، أنا ما يفيد. زين، كم حكمك أول درجة؟ أول درجة محبط. مؤبد. محبط. هذا بعدين يجي رو هذا في محكمة ثاني سيم يجي، أنا في تايت يجي هذا في عملية خلاص يجي 10 نص يجي، يمكن 4 سنة 6 سنة باقي. الحين باقي لك 6 سنة. 6 سنة. انت الحين مريض هني؟ مريض. ايوه. هذا في اثنين، هذا في بول كبير يجي على طول يجي في سولار. هذا في قلب مشكل، حين مشكل، كله ما في فايده. في اولاد انت؟ ها؟ اولاد شو؟ عيالك بچاه؟ بچاه 4، كله صغير. ايوه. وين موجودين؟ عندي. زوجتك وينها؟ ما يجي هذا في صغير ولا ده. زوجه انت؟ جواز. ايوه. زوجتك وينها؟ زوجتك اندية. انت ما يسوي كلام تليفون؟ لا، ما في تليفون سجن، ما في تليفون داخل، على دوري يجي تفشيش يمسكرو. يعرفون يعني زوجتك يعرف انك انت داخل السجن؟ ما يعرفون انت. ها؟ لا، انا وين ما يعرفون. ما يعرفون انت وين؟ لا. انت ليش ما يقول حق يعني صديق يقول له ان انت داخل سجن عشان لا يقولون هذا وين راح؟ يمكن هذا مو. لا، ما يعرف هذا صديقي، ما يعرف رقم، انا ما يعرف مدام رقم، انا ما يعرف. 4 سنة أنا ماي تليفون سجن، ما في تليفون. تبي تروح هناك بلد؟ ها؟ ودك تروح بلد؟ تبي تروح بلد هناك؟ هاي بلد تقولها. تبي تروح بلد؟ ها؟ تبي تروح حق عيالك؟ أيوة. المفروض منك أنت ما يأخذ أغراض أنت ما يعرف شنو داخلها. لا ما يعرف. رب الكعبة أنا صح، هذا أنا مسلم، أنا على درك رب الكعبة، أنا ما يعرف. أنا أغراض ما في، أنا ما في بيئة، ما في شرف، ما في، أنا بس شرف بس سيجارة بس، ما في تاني. أنا ما في درينكس، نو تاني مدام ما يرو. أنا بس أنا مدام بس، أنا في سيدا، أنا ما في مني. أنا أمي، أنا بابا هذا الكلام، ما في مني سيدا رو. شكر ربنا ما في نو. في علاج هني، أنت أخذ علاج هني؟ علاجي موجود. شنو علاج هني؟ علاجي يجي فلافيكس في قلب، هذا في كونفور، 4-6 يجي علاج على طول. كل يوم؟ كل يوم هذا في 8 حبة أكل أنا.
سي ما هذا فودي داخل سي ما هذا في أكله. أنت ما سويت تلفون حق كفيل مال أنت قلت له أنا داخل السجن؟ ما يعرف كفيل. كفيل أنا وأنا ما يعرف هذا. ما تعرف كفيلك ولا كفيلك يدري أنت موجود؟ موجود هذا كفيل أنا ما يعرفه وين سجن لا برا ما يعرف. أنا في روميديا. يلا إن شاء الله إن شاء الله يعني كلها يعني كم سنة وتطلع. وتروح بلاد ان شاء الله الله ايش هناك معي الله, يعني. الله في الكويت شيقنا الحمد لله انا يطلع الحمد لله دعاء ربي يندي موجود زياده في نفر هذا في مسكين نفر موجود داخل سجن هذا ما يعرف هذا في مخدرات ما يعرف هذا دغش ما يعرف النفرات كله موجود هذا كله هذا في سجن هذا في وكم شوي ناقص طلع الحمد لله ربنا الشكر صح الحمد لله ربنا الشكر انا على تور كلام هذا في شيك الكويت شيك سبا الحمد لله كل نفر يطلع دعاء انا سيمان مسلمان انا خمسة مرة الله سجود على طول كلام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وعافنا عذاب النار رب ان الله مع الصابرين انا موت من ودي داخل ما يدي هذا في سليبات ودي داخل الرمل خلاص انا في مدامة ولد من يأكل ما يأكل هذا مسكين الحمد لله لا يبكي إن شاء الله الله يطلعك من هذا المكان وتروح بلاد تقعد مع عيالك تاكل مع عيالك تنام الحمد لله.